As time went by, hostilities between the natives and I, hostilities between the natives and settlers began to fade, and more ships carrying the hopeful arrived daily. Over the next 100 years, the population swelled, and the fight for territory began. Both the British and the French set their sights on the valuable Ohio Valley. And when the French built a line of forts across the valley, I was sent to demand the instant withdrawal of their troops. They refused, and the British battalion of the army under General Braddock to take the valley. Braddock's limited knowledge of his surroundings and his refusal to listen to counsel led to his downfall. He marched us straight into a French ambush. The cries of the wounded still haunt my dreams. أزحف. This terrible loss encouraged the British to take a closer look at the tactics and cunning employed by their native allies. Use of these warriors and their knowledge of the land would prove to be the key to claiming the Ohio Valley. أيوة الآن تقدر تقول أمريكا صارت يعني فيها دول كثيرة أكثر من دول. إيه صح the French فرنسا. المهم كأن أيوة الآن خلاص تقول بعد هذا وقت طويل الآن تغير النظام. يعني شوفوا جيش معي بريطاني وزي كذا في الدول يعني تكبر زي كذا نفس المبلغ. الحين محتاجين ماني هذا كذا. Occupying a port with an army prevents the enemy from trading through it and producing new ships. لأن والله جيش وذا جيش صراحة يعني قوي. خلينا نجي الآن شوف تقدر تقول الحين بيني بين ذا الهدنة. شوف أجي أنا بدخل هنا يقول لك تبغاها وحرب تبغاها مدري وش تبغاها أظن. يعني هذا تبغى يعني كمسالم كذا وزيارة لكن لا أنا حبيبي فراسي حرش أبغى حرب أنا بيني وبين الهنود الحمر فراسي حبة أبغاك تطحنها لي شغل خدم أخي أمزح معاكم والله أمزح معاكم يا شيخ إيش جوا ذا شوف الجيش اللي ضدي واو باي جاد يا اخي امزح والله امزح الحين ما اقدر انسحب ولا شيء طح والله لا بس عادي يعني اصلا عادي هم على ما اظن معاهم بس بنادق اللي معهم اللي والله بنادق يو والله خايف نجيب العيد واو واو او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد اوه والله جهي ضدي قاعدين انا ايش اللي خلاني ادرعم ان شاء الله ما تكون براندي اللي معهم يلا يلا يا كريم تكون رموح يلا متعدد يا رب والله بنعدم يا شيخ بس اصلا عاجل معي مدافع انا اصلا معي المدافع دي توفي وتكفي يا شيخ بس لو تحكم عقلك بطريقه كويسه لا يا شيخ لا تقول وقتكم قافلة يا جابونا على هيئة قافلة يمين ويسار الحين جيش كثير بعد يا شيخ مو وقتك والله حرام عليك انا ايش اللي خلاني ادرعم يلا 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 خليني نعطي وضعية الحماية كذا يمين ويسار يلا يلا خلينا هذي كون المدافع يلا نشوف كيف شايلين هذي كذا يلا يلا يا رب بسرعة يا رب نلحق الآن جيت بس باين كتيبة واحدة صح بعد شي تشوف التايب كيف صار يجون يلا 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 سريع هذا الكومندر خليه خلوكم محمود بقول لكم بسحب الكومندر بعيد هنا بقول لك هنا يا
لا مو وقتكم يا اخي. المهم امرتهم ذول كلهم انهم يستسلمون. لا 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 يا ابن الحلال والله خرب التشكيلة بنهزم يا حرام بنهزم بنهزم. يا شيخ والله هذا اكره شيء بالتحكم شوي تلخبط بجيب له انت. شيء وين ذا الكمندر؟ أي الكمندر انعدم يا شيخ. قائد الجيش هذا خليه ينهاش. الله ذبحوه يا شيخ. الله يرجع والله سوف انتقم سوف انتقم يا اخي. المعركة ذي لا لا معادلة معادلة. وانتم وجودكم زي قلتكم دافع الفاضي فك. يلا انا شكلي ما مرتهم يستسلمون قاموا العدم. مين عندكم ذول انفضوهم نفض. يلا حرك انت يا عجل. مره المعركة ذي صعبة يا شيخ. مرة جبتها كنت مظبط جيشي خلاص استراتيجية كويسة هذا جاك كذا انضغط حق الاستسلام جبت العيد. يلا يلا حلو مجمعين جنب بعض معطوهم ذيك القنبلة اللي تنثرهم يا شيخ. يلا ما حطيت استراتيجية زينة ولا شيء. لا جو من ورا. لا جيشي جيشي والله كنت يا اخي معطيهم استراتيجية كويسة. تعال احموهم هنا. يلا طلقت فيها. يلا مرة مرة معركة حامية بس الحمد لله استسلموا الان. لا نبشر خير بشر شفيه بشارة خير ان شاء الله. خلاص قلبوه الان. يلا سريع تم يقلبون يدورون بس ذول اهم شي يحمل مدافع. مدافع اهم شي بس خلهم ينفضون ذول جايين جنب بعض بس. ايوه انفض انفض. مر مر المعركة اللي قبل شوي ذي كهرتني. هذي كهرتني اتمنى تكون غيث الدفاع. عبي بارود انت. يلا عجل وين وسع الخط. يوه تبا لكم تبا لكم. يلا 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 الله حق المدافع اطلق انت خليكم سريعين. مشكلة مشوار يطلق ويرجع ويعبي. بدأوا ينسحبون بدأوا ينسحبون. انتم مش لحقكم مش لحقكم. هذا الخيالة خذوا وقتك مع الخيالة هم الله يعجبوني. يا مرة انعدموا حتى الخيول. شوف كيف 14 و7 الجنود. ولا لا اقول لك استنى استنى خلوا لين ما يقربون كذا عشان بدون ذول يطلقون. First light units begin with skirmish mode turned on. This means that they'll try to avoid hand-to-hand contact with the enemy by retreating to a safe firing distance. مرمى المعركة هذه تقول يعني صارت بشكل عشوائي. So your skirmishes can run back to safety when threatened.
كله من الكليك هذا اللي ضغطته ما ادري وش هو شيء ضغطته المهم جاء هدف الدنيا اقول لك الضروري ذول عبيه قلتش هذول شغالين يوه تقدم انهاجوا يلا خلاص بقى كذا والله وانتم خلكم شغالين على ذولا ما المعركة شيء بنت ذول السحبة وجنودي ايش اللي خلاني ادرع برضه انا لا وانا لها يا حبيبي طلعت الهجوم يلا ما داخل كثيبة لا في واحدة ثانية ما المدافع هنا قصفوا لي ذولي قصف نووي على قولهم ايش فيكم نقصفه شيء ما يتحركون يا شباب فيكم تصفوا لي ذوليك ما لمك انت يا والله جالس تمشى لي اطلق انت اياه اطلق ايش فيهم مع نفسكم انا نشوف ذول شو صار running fighting and doing others مره هذه صارت المعركه القويه الحاميه اللي قبل شوي ذي هذا بس ما جت بشكل مضبوط تبا لك ايتها المعركه هذه تبا لك والله ما تروحوا والله ما انتم راح تندمون يا ما عب انتوا يا عب ما تعرفون من ربي حاطكم تبا لكم باقي ذول يقدرون يجددون فين المدافع يمكن ما تطلق من قريب اي بدا يتحرك كمان ولا اقول لك تعال استدرجهم قربوهم للمدافع مدرعهم اللي انت وياه والله جبت العيد وين سحبوا كتيبة من جنودي قرب يا حبيبي قرب قربوا ايش فيهم اختفوا والله ممكن عشان يعني المنطقة مي مكشوفة خليهم يقربون بس خلاص الى الجحيم شوف القصف البيت كيف بيجي قاعد حلو انتم رايحين الجيش كامل ايش في بق كتايب هيا اخر كتيبة هذي اخر كتيبة تبا لكم سوف تظهر صفوهم يلا
شوهم ذا الدلعان؟ انا بسكم عندي ذول يكفون ويوفون. يلا ما بدنا امه ينحاش من ذول. جايين مدرمين اللي مسويين انتم الرقم ايش وراهم وراهم. خلصت المعركة خلصت. وش ذا؟ لا يا شيخ وين انتم؟ وش ذا؟ الحق الحق انت وياه ندلعكم هنا وخليكم مكمبرين هنا. يلا تحرك انت. يلا خلصوهم من هنا. يلا كذا انتم تعالوا هكذا ان شاء الله يلحقون. يلا يلا مهم شيء ما يوصلون المدافع هي انسدحوا مرة. معركة ذي معدومة على الأخير جبت العيد فيها. حرام كم في طلقة بس دقيقة شباب. تب لكم والله ذول ما ادري من وين جوني يا شيخ. ايوه شوف ذاكم الضربة عليكم بيبا بعد قبل بعد. يلا حشنا ابوه خلاص فزنا. واو واو يا شيخ معركة بين دولة ودولة كاملة فاهم كيف؟